الذي فيهدون صوابا نستفتي فيهدون صوابا. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أحبتنا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج الإفتاء المباشر يستفتونك على قناة الرسالة الفضائية. أسعد بكم دائما وأسعد بضيفي معالي الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، باسمكم وباسم فريق العمل نرحب بمعالي. أهلا وسهلا بكم شيخ سعد. الله يحييك، أهلا وسهلا ورحب بك ورحب بأحبتي المشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يسبغ عليهم نعمه وأن يبارك فيه وأن يجعل عاقبتهم في الأمور كلها إلى خير. اللهم آمين. مرحبا بكم وبأسئلتكم واستفساراتكم على الأرقام المتاحة على الشاشة. نبدأ الشيخ سعد بما وصلنا من أسئلة. هنا الأخ فيصل يسأل عن إسبال الثياب، هل يعد من الكبائر أم لا؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. أما بعد، ينبغي بالمؤمن أن يكون ملازما محافظا لما أمره الله ولما جاءه من توجيهات إلهية ونبوية في كل حياة، ويعلم أن ذلك من مصلحته وأن ذلك من أسباب رضا ربه عنه ومن أسباب حصوله على الأجر الذي يستفيد منه في آخرته. ومن ذلك ما يتعلق بأمور اللباس، فإن الشريعة قد جاءت بتنظيمات متعلقة باللباس، فمن ذلك مثلا أن الشريعة نهت المؤمن عن أن يلبس الثوب المغصوب والمسروق، وأمرت المؤمن بأن يغطي عورته بلباسه و طيب إلى أن يعود الشيخ سعد نرحب بأسئلتكم واستفساراتكم على الأرقام المتاحة على الشاشة. إذا معنا من المتصلين أحد، معنا أمة الله من السعودية، تفضلي. أمة الله معنا؟ طيب، من السودان ياسر، تفضل. طيب طيب، نعود لكم معالي الشيخ. نعم، جاءت الشريعة بتنظيمات وتوجيهات متعلقة باللباس، وأمرت المؤمنين أن يلتزموا بها، وحينئذ نعلم أن حكم اللباس ينبغي أن يرد إلى الشرع، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل واشرب والبس في غير مخيلة ولا إسراف. ولذلك قسم العلماء الإسبال في الثياب إلى قسمين: القسم الأول الإسبال الذي للتكبر ورؤية الإنسان أنه أعلى من غيره، فهذا كبيرة من كبائر الذنوب ومن عظائم الآثام، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من فعل ذلك فإن الله لا يكلمه ولا يزكيه وله عذاب عظيم. والنوع الثاني الإسبال الذي يكون تحت الكعبين والذي لا يقصد به التكبر والترفع عن الناس، فهذا قد اختلف العلماء فيه، فطائفة رأت جوازه وطائفة رأت المنع منه، لكنها رأت أن هذا الفعل مغاير للفعل الأول وأقل تحريما منه. ومنشأ الخلاف في هذه المسألة أن بعض النصوص قيدت المنهي عنه بكونه على جهة التكبر، وبينما نصوص أخرى لم ترد بذلك، فقال طائفة يحمل المطلق على المقيد فيختص التحريم بما كان على جهة الكبر، وقال آخرون الحكم فيهما مختلف والعقوبة مختلفة، فمسبل الثياب تكبرا لا يكلمه الله ولا يزكيه ولا ينظر إليه يوم القيامة وله عذاب أليم، وأما المسبل لغير التكبر فهذا قد جاء فيه حديث
ما كان أسفل من أسفل من الكعبين من الثياب فهو في النار. قالوا فاختلفت العقوبة، والقاعدة أنه إذا اختلف الحكم لم يحمل المطلق على المقيد. نستأذنكم استقبال اتصالات هذه الحلقة. معنا أم عبد الله من السعودية، تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي بسؤالك. عندي سؤالين يا شيخ والاستقصاء. أنا أخذت عمرة في رمضان. طيب. ولبست الكمام. يقول الكمام هذا حكمه حكم النقاب. ونفس العمرة برضو طفت السبع أصوات، شاك أني نفس أصوات واحد، إيش علي يا شيخ؟ متى طلع عليك الشك؟ وانا بالعمره تجادلنا انا ورجلي الله يده، انا اقول له 6 وهو يقول 7 وما ادري، وهو بنا على 7 وخلصنا وطلعنا. طيب طيب، تسمع الاجابه ان شاء الله. جزاك الله. الله يبارك فيك. ام سعيد من السعوديه، تفضل ام سعيد. طيب قطع الخط. شيخنا الاخت ام عبد الله تقول انها اعتمرت في رمضان الماضي، ف تقول أنها لبست الكمام فسمعت أن لبس الكمام للمرأة لا يجوز وأنه يعد نقابا، فهل هذا صحيح؟ ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة عن لبس النقاب، فقال لا تنتقب المحرمة، فنهاها عن لبس النقاب في الإحرام، وبالتالي يكون وجه المرأة كبدن الرجل في كونه لا يغطى بالمخيط، وإنما يغطى بالسادل الذي لا يختص بشيء من أجزاء الوجه، ولذا فإنها إذا غطت وجهها بسادل فلا حرج عليها. ولذا لما جاءت هذه الكمامات في عصرنا الحاضر رأى بعض الفقهاء أنها تماثل النقاب، فمنع الرجال والنساء منها، قال لأنها مخيطة، وآخرون قالوا بأنها ليست بمخيطة، والذي يظهر أنها ليست بمخيطة لأنها تمسك بالأذان ولا يكون لها خياطة بقدر شيء من أعضاء الوجه، فاجتناب المرأة ذلك واكتفاها بلبس السادل أولى بها وأحسن. وإذا قدر أن المرأة لبست نقابا ولم تكن تعلم به فإنه لا يلحقها إثم بل يعرف. معنا شيخ سعد. طيب نذكر الأخوة عن جهلها. شيخ سعد انقطع الصوت، الله يسعدك. لا يجب عليها فدية لكونها لم تعلم بالحكم في ذلك. نستأذنكم استقبال اتصال من السعودية. أم أحمد تفضلي. أيوة لو سمحت. بالنسبة للمرأة اللي هي تكون عندها شلل في أحد قدميها والقدم الآخر ما يعني مكسورة في الكعب، ولكن تضع كروانة فيها ماء لمدة أسبوع وتغطس فيها قدميها الاثنين عشان تتوضأ. طيب. لأنها لا تستطيع أن تعمل ذلك الوحدة وما عندها أحد يساعدها، هذه يجوز أن هذه الكروانة اللي فيها الماء تصلح أنها تتوضأ فيها مدة أسبوع. مجرد قصدك تغمسين الاقدام فيها؟ ايوه قصدها. ايوه طيب. طيب. اقطعها في الماء الاثنين لانه طيب. ما استطيع ارفع ولا استطيع انحني. طيب. هل يجوز ذلك؟ طيب طيب تسمعي الاجابه. شكرا كثيرا. شيخنا الاخت ام عبد الله تقول في عمرتنا طفنا، فانا اظن انها 6 اشواط وبقي لنا شوط، وولدي متاكد انها 7 اشواط فاخذت بقوله. ما القاعدة؟ أن الإنسان إذا تردد بين أمرين وكان عنده راجح منهما أنه يعمل بالراجح لديه لا بالراجح لدى غيره، وبالتالي فإذا ظن الإنسان أنه إنما لم يطف إلا 6 أشواط وغلب على ظن ذلك وجب عليه أن يأتي بالشوط الباقي، وإذا غلب على ظنه أنها 6 ثم سأل من حوله وكانوا أوثق منه فتغير غالب ظنه إلى أن يظن أنها 7 فعمل بقولهم، فحينئذ يعتبر عمل بغالب ظنه ولا يلحقه شيء في ذلك ويعتبر قد أكمل طوافه. الأخت أم أحمد شيخنا تقول لأجل حالتي الصحية لا أستطيع أن أنحني لكي أغسل قدمي، هل لي أن أغمسها في الماء في طست أو إناء؟
يعني إذا كان هذا الماء يغير لكل وضوء فلا حرج فيه باتفاق الفقهاء، ولا يلزم أن يكون هناك دلك للقدمين. وأما إذا كان الماء لا يغير فالشافعية والحنابلة يمنعون من استعمال الماء المستعمل سابقا في الوضوء مرة أخرى، والأظهر من قول أهل العلم جواز ذلك، فإن الله قال فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، وهذا ماء، وبالتالي فلا حرج عليها في ذلك، ويجوز لها أن تغمس رجليها في الماء الموجود في الطست، ويعد ذلك استكمالا لوضوئها على الصحيح من أقوال أهل العلم. شيخنا، هل يلزم أن تغمس اليمنى ثم اليسرى أو لها أن تغمس القدمين مع بعض؟ نعم، يجوز لها أن تغمس القدمين معا، وإن كان الأفضل أن تبتدئ بغمس اليمنى قبل اليسرى. معنا أم عبد المعز من السعودية، تفضلي. عليكم السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تفضلي. السلام عليكم. أنا عندي سؤال، أنا بصلي صلاة الضحى مع شروق الشمس، يعني أنا بكون في المصلاية بعد من الصباح، وبصلي طوالي صلاة الشروق ومعها طوالي صلاة الضحى، يجوز كده ولا آخرة؟ متى تصلي صلاة الشروق؟ بعد يعني مجرد بعد الشروق، أنا بكون من الصباح. أيوة، بعد طلوع من صلاة الصبح بعد على المصلاية، يعني بعد الشمس تشرق. بعد الشمس تشرق عايز ارتفع شوية. بكم دقيقة؟ هاي بكم دقيقة تصلين؟ يعني تقريبا الساعة 6 كده او 6:10. طيب يلا، انا بصلي معها طوالي صلاة الضحى، هل تجوز معها طوالي ولا دي طوالي تكون صلاة الشروق؟ طيب تبع انا تلاوتي وثاني صلي صلاة الضحى براها. طيب طيب، سؤال اخر؟ ايوه لا طيب. لا كان معي. شكرا لك، شكرا لك. معنا محمد من السعودية، تفضل. السلام عليكم، لدي سؤالين. عليكم السلام ورحمة الله. السؤال الأول، حكم الشرب واقفا وأنه يعتبر مكروه أو شيء زي كذا. طيب السؤال الثاني، حلاوة الإيمان الواردة في الحديث. طيب يعني ما هي حلاوة الإيمان؟ ما هي الآثار المترتبة عليها يعني، أو الأشياء التي تثمر فيها أو تترتب عليها؟ طيب طيب، تسمع إجابة إن شاء الله. أمة الله من السعودية، تفضلي. أمة الله معنا، أم محمد من السعودية، تفضلي. يا شيخ، أنا شفنا حجيت هالسنة ورميت الجمرات العقبة الأولى، وبعدين شفنا لبست النقاط قبل ما أقص، هل علي شيء؟ طيب، فقط رجمت العقبة الجمرة الكبرى فقط، ثم لبستي مباشرة النقاط؟ لبست النقاط مباشرة وقبل ما أقص، أهلا مني. طيب طيب طيب، تسمع الجواب. شكرا، شكرا جزيلا للأخوة والأخوة جميعا. شيخنا، الأخت أم عبد المعز تقول أنا اعتدت بعد صلاة بعد شروق الشمس بمدة أن أصلي صلاة الإشراق، ثم بعد ذلك أصلي صلاة الضحى، هل هي بمعنى واحد ويكفي عنها صلاة واحدة؟ يجوز للإنسان أن يعدد الركعات في صلاة الضحى، فيمكن أن يصليها بركعتين وبأربع وبست وبثمان، ولا حرج عليه في الزيادة في ذلك. وبالتالي إذا صلى أول ما ترتفع الشمس إذا رمح ركعتين، ثم صلى بعد ذلك بساعة ركعتين أخريين، اعتبر الجميع من صلاة الضحى. وكونها تسمي الأولى صلاة الإشراق والثانية صلاة الضحى، نقول لا حرج في ذلك، وهذا من باب التسميات والاصطلاحات ولا مشاحة في الاصطلاح. الأخ محمد يسأل عن حكم الشرب واقفا. الأفضل أن يشرب الإنسان جالسا، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الشرب واقفا، إلا أنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه شرب من ماء زمزم وهو واقف، ولذا قال الجمهور بأن هذا الحديث في فعل صلى الله عليه وسلم يدل على أن النهي للكراهة،
وليس للتحريم. سأل أيضا عما ورد في الحديث من حلاوة الإيمان، من فعل ذلك فقد ذاق حلاوة الإيمان. يقول: ما الآثار المترتبة على هذه الحلاوة وكيف يجدها الإنسان؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. معنا شيخ سعد. طيب. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. فهذه الأمور من استشعرها وجد بها حلاوة الإيمان، وبالتالي يكون ذلك سببا من أسباب رضا الله عنه، ومن أسباب إقدامه على فعل الطاعات. ومثل هذا في صد النظر عن المحرمات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صرف نظره عما لا يحل له أبدله الله حلاوة يجدها في قلبه إلى قيام الساعة، وكما رواه الحاكم. حلاوة الإيمان تجعل الإنسان يستشعر قيمة العبادات التي يعبد بها ربه، في صلاته، في صيامه، في قراءته القرآن، في دعائه، في ذكره، في غير ذلك من أنواع العبادات. الأخت أم محمد تقول: أني في الحج يوم العاشر رمينا الجمرة العقبة الكبرى، ثم لبست النقاب جهلا مني قبل أن أقص من شعري. التحلل الأول الذي يجيز محظورات الإحرام يكون برمي الجمرة وبالتقصير أو الحلق على الصحيح من أقوال أهل العلم. وبالتالي كان الواجب أن لا تلبس النقاب إلا بعد التقصير. وما دمت فعلت ذلك فإن لبس النقاب من محظورات الإحرام التي لا إتلاف فيها، فمن فعلها ناسيا أو جاهلا فإنه لا تجب عليه الفدية، وبالتالي ليس عليك شيء، ولعل الله أن يعفو عنك ذلك. معنا أبو عبد العزيز من السعودية، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحييك. أنا بغيت أسأل فضيلة الشيخ: ما حكم إظهار الوجه وعدم لبس النقاب؟ هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية: إذا كان عندك بنات ونصحتهم وأصروا إلى عدم لبس النقاب، ما هو السبيل إلى ذلك؟ وهل في علي إثم؟ طيب جزاك الله خير. الله يبارك فيك. من معنا؟ من السعودية أم أحمد. معنا أم أحمد؟ طيب. شكرا جزيلا للأخوة والأخوات جميعا. الأخ أبو عبد العزيز شيخنا يسأل عن كشف الوجه، ويقول: هل للأب أن يلزم بناته وهن لا يردن يعني تغطية الوجه؟ جاءت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم بإيجاب تغطية المرأة لوجهها عند وجود الرجال الأجانب. وقد قال الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. قد فهم نساء الصحابة من هذه الآية إيجاب تغطية المرأة لوجهها عند وجود الرجال الأجانب. ولذا قالت عائشة رضي الله عنها: ما رأيت مثل نساء الأنصار لما نزلت هذه الآية، عمدنا إلى مروطهن فشققنها فتجللن بها كأنهن الغربان السود لا يعرفن. وهكذا في قوله تعالى: وإذا سألتموهن فاسألوهن من وراء حجاب، قال من وراء حجاب ولم يقل وعليهن حجاب، مما يدل على أنها تكون وراء الحجاب. وقال جل وعلا: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، والخمار يكون لأعلى الرأس، فأمر به أن يضرب حتى يصل إلى الجيب الذي هو أعلى الصدر، بما يتضمن تغطية ما بينهما. وقد جاء في ذلك نصوص نبوية كثيرة، من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز للخاطب أن ينظر للمخطوبة،
ما يدل على أنه لم يكن ينظر إليها قبل الخطبة. وقد جاءت نصوص تدل على فرض الحجاب، قال في حديث عائشة: وكان يعرفها قبل أن ينزل الحجاب. ومن هنا فإن تغطية الوجه نرى أنه من الواجب على النساء إذا كنا أمام الرجال الأجانب، كما هو مذهب الشافعي وأحمد وأحد القولين في مذهب مالك، وكما هو قول جماهير التابعين وطوائف أهل العلم من مذاهب شتى، وهو الذي سار عليه المسلمون من عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فقد كان شأن المسلمات أن يغطين وجوههن في عهد النبوة وعهد الخلفاء وعهد والعهود الفاضلة. ونجد من صور كثير من البلدان على اختلاف أهل هذه البلدان أن نساءهم كن يغطين وجوههن. فإذا نظرت إلى الصور القديمة أول ما ظهر التصوير وجدت ذلك ظاهرا جليا. ولذلك عليك بنصح هؤلاء البنات وتخويفهن من الله وذكر ما يترتب على كشفهن لوجوههن من آثر عليهن وعلى والديهن وعلى أسرتهن، وما يترتب على امتثال أمر الله من تيسير الله جل وعلا للعبد في أموره، ومما يترتب على ذلك من الخير العظيم. وكون المرأة تغطي وجهها لا يلحقها فيه عار ولا مذمة ولا مذلة ولا يلحقها مشقة ولا عنت في هذا الأمر، بل هو يستر وجهها عن رؤية الفساق لها مع كونها تراهم وتشاهد الجميع. وهكذا لا يلحقها شيء من الحرج ولا يترتب عليه شيء من الضيق، بل هو أوسع للمرأة وأهنأ لها وأبعد عن كونها تعرف أمام الناس. ونحن وجدنا في عصرنا الحاضر أن المرأة التي تغطي وجهها يكون ذلك حفظا لوجهها وحفظا لسمعتها وسيرتها، أن كثيرا من الأمراض تنتقل بسبب عدم تحصن الإنسان. فلذلك كانت التوصية بالتزام الكمامات ولبسها، ومن ثم ففي ذلك من المصالح الدنيوية والأخروية الشيء الكثير. ونحن لا نقول بمثل هذا القول انتصارا لرأي ولا رغبة في جبر الناس، وإنما بيانا لما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما تدل عليه الآيات القرآنية النازلة في هذا الباب. وكما تقدم أن كون المرأة تغطي وجهها لا يلحقها بها شيء من الملامة ولا المذمة، وإنما الأمر بضد ذلك. أسعد لكم استقبال بعض الاتصالات. معنا أم علي من السعودية، تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي ثلاث أسئلة. الأول اليوم رحت السوق ورحت مرت على المسجد أصلي الظهر، وجيت على الحريم صافين بجنب على الباب كذا، يعني ما في وساع، يعني ما تقدموا إلى نصف المسجد عشان أصف معهم. وبعدين نسيت ما يجوز لي أصلي الحالي، فتقدمت وصليت الظهر، ويبغدني في الركعتين اللي تخلص ركعتين بقي ركعتين اللي أتذكر إنه ما يجوز لي أصلي وحدي. فمت أسأل الشيخ هل يجوز صلاتي ولا ما تجوز؟ طيب، السؤال الثاني. والسؤال الثاني هل حق أنا سمعت في بعض الإفتاء إن الرجل حقه يقدم على حق الأب، ونحن نعرف إن الأب إنه هو الذي يعني رضى الله ثم رضى الوالدين، كيف حق الأب؟ طيب الزوج أنا حق الأب يعني. طيب. الوالدين يعني هم الذي الوالدين. واضح. السؤال الثالث. أيوة السؤال الثالث والله إني طيب إنه على بالي لكن والله إني طيب
أفلحان خاطر. طيب الله يحفظك. عشان ما عندك الخطأ. الله يبارك فيك. شكرا لكم علي. شكرا شكرا. شكرا جزيلا للإخوة والأخوات جميعا. الأخت أم علي شيخنا تسأل عن أنها دخلت المسجد صلاة الظهر فإذا النساء قد صففنا في الصفوف الأخيرة في مصلى النساء فلم تجد مكان لها فتقدمت وصلت لوحدها في الصفوف المتقدمة وتقول أنا تذكرت أنه لا يجوز أن يصلي الإنسان في الصف وحده هل هذا صحيح أم لا؟ نعم ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لفذ خلف الصف لكن هذا في حق الرجال وليس في حق النساء قد ورد في الحديث أن أنس رضي الله عنه قال صففت أنا واليتيم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمي خلفنا فذكر أنها صفت وحدها خلفهم فدل هذا على أنه لا يشترط وجود امرأتين في الصف بل لو صلت امرأة وحدها خلف الصف صح ذلك منها ولا حرج عليها فيه وبالتالي فإن صلاتك صحيحة. معنا أم علي من السعودية تفضلي. أقول هو بتاني للحين ولا في واحد غيري؟ لا أعطيني سؤالك أعطيني سؤالك. خلاص أعطي سؤالي عشان أستمع لهذا البرنامج أنا متابعهم من زمان. تفضلي. فلا أصلي إلا بعد ما ينتهي العشاء، هل علي حرج ولا لا؟ طيب طيب. الله يبارك. الله يبارك فيك، شكرا. شيخنا السؤال الثاني تقول سمعت أن حق الزوج يقدم على حق الوالدين، هل هذا صحيح؟ أم هناك عقد بين الزوج والزوجة يجب عليها أن تفي بمقتضى هذا الشرط وهذا العقد كما هو الشأن في حق الزوج وبالتالي يترتب عليه أشياء ينالها الزوج من المرأة لا يحق للأب أن ينالها فمن ذلك مثلا أن الزوج ينظر إلى جميع بدن زوجته وينام معها في فراش واحد وليس هذا في حق الأب ولا يجوز للأب أن يفعل مثل ذلك مع ابنته وبالتالي فإن عقد الزوجية يقتضي أحكاما ومن ذلك أن المرأة تطيع زوجها كما قال تعالى فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا وبالتالي فإن حق الزوج لا بد من حفظه لأنه مرتب على عقد الزوجية الذي كان بين الزوج والزوجة تقول أنا دائما أتابع وأحرص أن يعني أحضر حلقات هذا البرنامج وأؤخر صلاة العشاء إلى بعد انقضاء البرنامج هل يجوز لي ذلك؟ نعم يجوز لها ذلك ولا حرج عليها فيه ما دام أنها تصلي صلاة العشاء قبل منتصف الليل هنا سأل الشيخنا يقول من دخل مع الإمام في وقت قيامه من الركوع هل يشرع لها أن يقرأ دعاء الاستفتاح أو أنه يقرأ الأذكار التي بعد الرفع من الركوع نعم لا يشرع له أن يقرأ دعاء الاستفتاح لأن هذا ليس محله محل دعاء الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام وقبل قراءة الفاتحة في التكبير في القيام الذي يكون قبل الركوع ولذا قال أبو هريرة رضي الله عنه يا رسول الله أرأيت إسكاتتك بعد تكبيرك وقبل القراءة ما تقول قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب الحديث فدل هذا على أن محل دعاء الاستفتاح هو بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة في القيام الذي يكون قبل الركوع هنا الأخ أديب يقول ما حكم من صلى وبعد ساعة تقريبا اكتشف قطرات من الصبغ أو البوية على قدمه وقد توضأ عليها إذا كانت هذه البوية كبيرة تمنع من وصول الماء إلى أعضاء الوضوء فحينئذ لم يصح وضوءه وبالتالي لم تصح صلاته بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ معنا الأخ خالد من السعودية تفضل أنا بدي أسأل سؤال تفضل يعني واحد أعطاني فلوس اللي بيسلمه لفلان
وأنا سلمته أخذت زيادة، أنا أخذت زيادة منه والزيادة أخذتها أنا. هاي ضريبة بصير؟ أنت يعني قلت له باخذ من المال هذا وبوصل، يعني أنت شرطت عليه؟ يعني هو ما شرطت عليه. طيب. اللي وصل لي هذولي فرحت أعطيته وأخذت أنا، أخذت أنا مبلغ وأعطيته لي ما حكى. طيب وخبرت أنك أخذت من المال ولا ما خبرته؟ ما خبرته لا. طيب طيب تسمع الإجابة إن شاء الله. الله يبارك فيك. السلام عليكم. أمة الله من السعودية تفضلي. معنا؟ طيب شكرا جزيلا للإخوة والأخوات. شيخنا الأخ خالد يقول أعطاني شخص مالا ليعطيه لآخر فأخذت أنا من هذا المال، هل لي ذلك؟ الودائع لا يجوز للمودع أن ينتفع بمال الوديعة، بل عليه حفظها بدون أن ينتفع بها، فإذا انتفع بها فهو معتد ظالم في ذلك، وإن حصل تلف بعد هذا فهو ضامن ويجب عليه تعويض المال التالف، وذلك أن الوديعة مبنية على أن المودع يحفظ المال بدون أن يستفيد منه أو يتصرف فيه. هنا الأخ فيصل يسأل عن حكم ضالة الغنم، وهل هي مثل ضالة الإبل أو يختلف الحكم فيها؟ قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في ضالة الغنم هي لك أو لأخيك أو للذئب، بالتالي لا حرج على الإنسان في التقاطها بشرط أن يعرفها. وأما ضالة الإبل فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عنها فقال ما لك ولها ترد الماء وتأكل الشجر، وبالتالي هي تمتنع بنفسها عن صغار السباع وهي تتمكن من أن تقوم بحوائج نفسها، ومن ثم لا يجوز لأحد التقاطها ويجب تركها. شيخنا نستأذنكم استقبال اتصال من فرنسا الأخ عدنان تفضل. عدنان سمعنا من الهاتف الله يسعدك. اوكي تمام. تفضل تفضل بسؤالك. انت على الهواء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله لنا فيكم يعني في كل ما تقدموه. فدي سؤال سمحتوا وتكرمته ونفعنا الله بعلومكم، هو خاص بزيارة الميت. طيب. زيارة الميت يعني دلوقتي القبور ما يكون يكتبوا عليها اسم الميت، ف يعني بعض البلاد يحطوا أرقام وبعضها يكون ما يكتبوا اسم الميت، يعني العدد تعرف اسم الميت ولا طيب. الميت يعرف مكان القبر. أوكي. طيب. فزيارة الميت يعني المرحوم يعني الوالد والوالدة يعرفوا الشخص اللي يزوره، هذا رقم واحد. والثاني يعني يعني أفضلية المكوث في الزيارة فترة طويلة ولا طيب. طيب 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 جزاكم الله خير. الله يبارك فيك. شكرا لك. من معنا؟ ابو سطام من السعوديه تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. جزاك الله بخير. حياك الله، مساك الله بالنور. نحبكم بالله ان شاء الله. الله يحبك. وصل السلام لك يا اخي الفاضل الله يجزاك خير. يسمعك. انا عندي سؤال طال عمرك. تفضل بسؤالك. انا احيانا طال عمرك اخر وتري لاخر الليل. طيب. هو شنو اسوي؟ ادعي بنوت ارفع ايدي عقب ما اركع على الهواء، صارت اركع على الهواء ارفع ايدي قبل اسلم وادعي باي دعم، هل في دعم محدد لقيام مثل الوتر اخر الليل ولا اي دعاء ادعي به؟ طيب انت متى تدعو؟ بعد الركوع ولا؟ تالي الليل ولو بناء. لا لا قصدي بعد الركوع ولا اخر الصلاه؟ لا اركع مثل الوتر بعدين اول شيء ركعتين اسلم، اسلم ركعتين لما اسلم، لما اول شيء ركعه ثم اركع على الهواء ثم ارفع مع الهواء وارفع يدي ثم بعدين عند خلاص ما ادعي اسجد. طيب 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 واضح. اي بس هل في هذه دعاء معين يعني؟ طيب. لازم ادعي او يدعى ان اركع يدعي فيه. طيب طيب تسمع الاجابه ان شاء الله. الله يحفظك شيخ بلغنا سلام. الله يحفظك. الله يجزاك خير بارك فيك. أمة الله من السودان تفضلي. الو. تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم الله، ادعوا لنا. طيب ابشري. ادعوا لنا. ابشري.
ابشر. طيب طيب ابشر. ما معنا؟ عبد الله من اليمن، تفضل عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. عندي 3 أو 4 اسئله. تفضل. هل يجوز اشراك الصلاه بالصلاه اكثر من نية؟ يعني مثلا تكون طيب. صلاه سنة قبل الظهر او كذا، فيشرك الشخص اكثر من نية كنية ركعتين للوضوء وتحيه للمسجد. واضح. وهل يجوز ذلك مع السنن الراتبه؟ طيب. احيانا اقوم باضافه نية مثلا بعد اثناء الفاتحه انسى مثلا وثم الغيها خوفا من ان تبطل الصلاه، هل هذا يبطل الصلاه ام ماذا يعني؟ طيب انت عندك وساوس يا عبد الله شوي؟ يعني تقريبا يعني انسى مثلا اضيف نية ركعتي الوضوء او طيب. ثم اضيفها بعد بالفاتحه وارجع الغيها. طيب. سؤال ثالث. وهل المسافة بين المار والمصلي ما هو الضابط للمسافة هذه؟ يعني كم تكون؟ طيب طيب. عندي آخر سؤال. تفضل. قريب جنبنا جامع يعني في بقعة للمصلين. ما أحيانا يكون الإمام شخص آخر، وفي جامع بعيد يصلي به ناس كثير. فأي أفضل أصلي بالقريب أو البعيد؟ طيب طيب. الله يبارك. شكرا. شكرا جزيلا. أم عمر معنا من العراق. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي. بالنسبة لقيام الليل يعني من أبدي مثلا بالصلاة الاستفتاح، مثلا أقول عالم الغيب والشهادة فاطر سمت الرب كل شيء رب جبريل ميكائيل والسرافيل، تعرفها أنت يعني أقولها، بس بالركعة الأخيرة بالوتر أقول وجهت وجه الذي فطر السماوات والأرض حنيفة مسلمة وما أنا من المشركين. ها يعني يصير مثلا أقول الافتتاح يعني بالبداية صلاة قيام الليل، وبالوتر أنا استفتح لو ما يصير. طيب. لو ما يجوز يعني. طيب. أي وشو أدي واسان يعني بكل الشيخ إن شاء الله يدعينا. طيب طيب. شكرا يا الله يبارك فيك. شكرا جزيلا للإخوة والأخوات جميعا. هنا شيخنا الأخ عدنان من فرنسا سأل عن زيارة الميت في المقبرة. شيخنا يقول بعض المقابر تكتب الأسماء على القبور والبعض بالأرقام، بعضنا يعرف يعني قبر والده أو والدته أو قريبه، هل يضر كونه يعرف أو لا يعرف إذا أراد أن يدعو له؟ وأيضا يسأل عن المكث، هل له أن يمكث فترة طويلة في المقبرة للدعاء لأقاربه؟ أولا الكتابة على القبور ليست من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا من هدي السلف، بل قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجلس على القبور أو أن يكتب عليها أو أن يجصص عليها، بالتالي فكتابة اسم الميت أو كتابة أشعار أو نحو ذلك من الكلمات على القبر هذا من الأمور المحرمة ولا يجوز للإنسان أن يفعلها. وإذا كان هناك ترقيمات لصفوف القبور تكتب على الجدار الجانبي فلا حرج في ذلك، لأن هذا لا يعد من الكتابة على القبر. وإذا سلم الإنسان على مجموعة قبور فيها قبر قريبة فحينئذ يعد مسلما على كل واحد منهم، وإذا سلم قريبا من القبر ولو لم يكن على رأسه فنرجو أن يكون قد سمعه الميت ورد عليه. شيخنا هل هناك أفضلية للمكث الطويل هناك في المقبرة؟ للمكث ينبني على ما يهدف إليه الإنسان في مكثه، فهل يريد بذلك الاعتبار والاتعاظ وتذكير النفس، بالتالي قد يطيل من أجل إدراك هذا المعنى، وقد يكون من مقصوده أن يدعو للميت وبالتالي يتقرب إلى الله بطول المكث في ذلك. هنا سؤال الأخ أبو سطام الشيخنا يقول في صلاة الوتر يقول في دعاء القنوت هل هناك أدعية معينة أو لي أن أدعو بأي دعاء؟ أولا دعاء القنوت في صلاة الوتر
ليس واجبا متعينا وتصح صلاة الوتر بدونه. وثانيا قد جاء في أحاديث بعض الأدعية في الوتر كما ورد في السنن من حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقول في القنوت في الوتر اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في من توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. وهكذا ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر وتره اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وإذا دعا بغير ذلك من الأدعية فلا حرج عليه في ذلك. هنا أسئلة الأخ قبل الأخ عبد الله أمة الله من السودان، شيخنا تأمل منكم الدعاء لها ولأهل السودان. أسأل الله جل وعلا أن يسكن أحوالهم وأن يجمع كلمتهم وأن يؤلف ذات بينهم وأن يرفع السلاح فيما بينهم وأن يجعلهم إخوة متعاونين متكاملين، كما أسأله جل وعلا أن يحمي دماءهم وأن يكفيهم شر من يريد بهم شرا. آمين. الأخ عبد الله من اليمن لديه عدة أسئلة، يقول شيخنا هل الإنسان في صلاة النافلة أن يشرك النية يعدد النية في الصلاة بحيث أنه يصليها صلاة تحية مسجد وكذلك سنة وضوء وراتبة؟ ويقول بعض المرات وأنا بعد قراءة الفاتحة قد أشرك نية أخرى ثم بعد ذلك أخشى أن إدخال أكثر من نية في الصلاة يبطلها. الأعمال العبادية على نوعين، النوع الأول ما هو مقصود لذاته قصده الشرع بعينه، والنوع الثاني ما ليس مقصودا بذاته وإنما المراد إيجاد العبادة. وبالتالي نقول ما كان من الأعمال مقصودا لنفسه فإنه لا يصح تشريك النية بينه وبين عمل يماثله. معنا شيخ سعد؟ طيب إلى أن يعود. ولكن شيخنا شيخنا انقطع الصوت، لعلك تمثل شيخنا لما ذكرته. ولكن يجوز للإنسان أن يشرك بين عملين أحدهما مقصود لذاته والآخر غير مقصود لذاته، وأريد أمثلة. تحية المسجد ليست مقصودة لذاتها وبالتالي يمكن أن يشرك بينها وبين غيرها، سنة الوضوء، صلاة الاستخارة، سنة الطواف، هذه صلوات ليست مقصودة لذاتها وبالتالي يمكن التشريك بينها وبين غيرها، بينما صلوات الفرائض والسنن الرواتب هذه مقصودة لذاتها فلا تتداخل مع عمل آخر يكون مقصودا لذاته. مثلا جاء شخص وقال سنة الفجر ركعتان وصلاة الفجر ركعتان سأصلي ركعتين أنوي أنهما سنة الفجر وفي الوقت صلاة الفجر، نقول هذا لا يصح منك لأن كل منهما مقصود لذاته وبالتالي لا يتداخلان في النية. شيخنا يسأل عن المسافة بين المصلي وبين سترته أو بينه وبين المار بين يديه. نعم، على الإنسان أن يصلي إلى سترة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما رجل صلى منكم فليجعل بين يديه سترة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب معه بعصا يقال لها درة أو العنزة فكان يستتر بها في صلاته، هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بالتالي على الإنسان أن يتقرب إلى الله بفعل ذلك. شيخنا يسأل عن المسجد القريب إذا كان ليس فيه جماعة ربما لا يصلي إلا اثنان أو ثلاثة، والمسجد البعيد فيه جماعة كثر، هل لي أن أذهب إلى ذاك المسجد أو أصلي في المسجد القريب؟
هناك قواعد للموازنة بين المساجد. فالقاعدة الأولى أن المسجد الذي تترتب إقامة الجماعة على وجود الإنسان فيه أولى من غيره من المساجد كإمام المسجد أو من يصلي بالجماعة. الثاني المسجد الذي يكثر المصلون فيه أولى من المسجد الذي يقل المصلون فيه. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاة مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وكلما كان أكثر كان أزكى. والثالث يراعى قدم المسجد، ويراعى أيضا الخطوات التي يبذلها الإنسان، ويراعى تفقد الإنسان لأولاده ومن تحت يده في إتيانهم للصلاة. الأخت أم عمر من العراق تريد دعاء منكم لها يا شيخنا، وتسأل أيضا عن استفتاح قيام الليل بدعاء واستفتاح الوتر بدعاء استفتاح آخر، هل لها ذلك وأن تنوع بين الصيغ أو تستفتح في البداية فقط؟ أسأل الله أن يكون معهم وأن يتولى شأنهم. آمين. دعاء الاستفتاح ورد بصيغ متعددة، ولا يجوز التلفيق فيما بينها في موطن واحد، ولكن إذا كان ذلك في مواطن متغايرة بحيث لكل رواية يجعل ركعة مثلا فلا حرج عليه في ذلك. نشكركم معالي الشيخ في ختم هذه الحلقة، بارك الله فيك وجزاك الله خيرا، ونشكرك على حسن تقديمك وترتيبك هذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. ولا ننسى أن ندعو لإخواننا الذين يشتغلون معك بترتيب هذا اللقاء، كما أسأل الله للمتصلين والسائلين والمشاهدين توفيقا وعناية من ربهم الرحمن، وأسأله جل وعلا لعموم المسلمين أن يتولى الله شأنهم وأن يعصمهم من السوء والشر، كما أسأله جل وعلا أن يحمي إخواننا في فلسطين وأن يكفيهم شر عدوهم وأن يسد جوعتهم وأن يؤوي مشردهم وأن يكسو عاريهم وأن يشفي مريضهم وأن يجعلهم محاطين بالخير والهداية، كما أسأله جل وعلا أن يكفيهم شر عدوهم وأن يرد عدوهم عنهم خائبا خاسئا، كما أسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير وأن يبارك فيهم وأن يتولى جميع شأنهم هذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وصلنا بكم إلى ختم حلقتنا، حتى الملتقى بكم في موعد البرنامج المعتاد 8 ليلا بتوقيت مكة المكرمة. دمتم بعفو من الله وعافية، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.